أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الساعة 11:30 درس أول، الضبط في الوقت. من لا يملك وقته لا يملك مستقبله ولا حاضره ولا ماضيه ولا أي شيء. الوقت إخواننا وأخواتنا، فرحتي باللقاء بكم كثيرا، لا سيما أنني أتوسم فيكم حملة رسالة جماعة الإحسان إلى أجيال مقبلة إن شاء الله، فكونوا أولئك الحملة واستشعروا أهمية ما ينتظركم، الذي ينتظركم أن تقوموا لله وأن تنهضوا أمتكم وأن توقظوا الأسنان النائم وأن تشجعوا وأن تحفزوا الناس وأن تكونوا أنتم قدوة لغيركم كما كان غيركم قدوة لكم. وأحيي إخواننا وأخواتنا في خارج المغرب. ثم أذكر بأننا في هذه الجلسة، أذكر إخواننا وأذكر إخواننا في الشبكة، أن هذا الاجتماع خاص، ليس الاجتماع العادي ليوم الأحد، هذا اجتماع خاص بالبراعم، بالشباب، بتلاميذ وبنجباء تلاميذ. وخبرت أنكم اخترتم، اختاركم إخوانكم نظرا لما تمتعون به من نجابة في الدعوة وقدرة على تبليغ الدعوة. وقد بلغني في وقت ماض، في سنة ماضية أظن، أن تلميذا من تلامذة إخواننا من جماعة دار البيضاء كان يتخذ أسلوبا ويسلك أسلوبا وأسلوبا ذكيا في الدعوة وفي جمع الناس، فكان ينفق من جيبه دراهم قليلة لكنها تأتي بنتائج كبيرة. كان يدعو لداته، هم اللدات، اللدات هم الذين في عمرك، لفلان لدة فلان يعني في عمره. كان يدعو لداته إلى حفيلة يقدم إليه فيها بعض الحلوى وبعض المشروبات بما تيسر من نفقات، ثم يبشرهم ثم يدعوهم. فبلغني أنه في سنة واحدة كان دعا كم؟ 70 من الأطفال من التلاميذ. أضع أمامكم هذا النموذج لكي تتحدوه، لكي تتحدوه ولكي تحتذوا به، يعني لكي تفعلوا مثل ما فعل. هذا تلميذ نجيب حقا، ذكي حقا، لأنه يعمل لآخرته ويمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا أنه لأنهي الله بك رجلا واحدا أو امرأة، رجلا في سن العشرين أو الأربعين لا يسمى رجل، أو في سن أقل من ذلك هو رجل، وهي امرأة وهي مؤمنة وهو مؤمن، نرجو مستقبلا إن شاء الله. هذا شاب يحصد حصادا واسعا كبيرا مباركا، لا يكتفي بدعوة واحدة بل يدعو كما يقول العرب الجفلة. هذه كلمة خذوها أيضا استفيدوها، الجفلة. العرب يقولون الرجل البخيل يدعو النقرة، والكريم يدعو الجفلة. شنو النقرة؟ قبل باليا مقصورة. النقرة ينتقر واحد 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 أفراد، الجفلاء يدعو كثير من الناس، يدعو الجفلاء ولا يدعو النقرة. وتوسلوا إلى قلوب الناس قبل أن تتوسلوا إلى عقولهم. كيف ذلك؟ من أساليب الدعوة الجدل. أجلس إلى جماعة من الشباب فأتحدث إليهم كلاما فكريا،
الإسلام جميل والإسلام كذا وتاريخه كذا وانتماؤنا إليه يعني كذا، ويبقى الأمر كلاما في كلام. لكن المقاربة العاطفية مخاطبة القلوب هذا هو الأسلوب الأمثل الأحسن، ولا يخلو هذا الأسلوب من 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 الإقناع الفكري. كيف هذا الإقناع القلبي؟ الإقناع القلبي يبتدئ وينتهي بتذكير الإنسان بما هو الإنسان، ما مصير الإنسان، ما هو الموت، ما هي الحياة، ما هي الدنيا، وخاصة ما هي الآخرة. إذا نجحنا في إدخال هذا الهم إلى قلب شخص، رجل أو امرأة، شاب أو شابة، فقد أفلحنا أو كيدنا. قال العربي: نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب فينا ينتقر. شو الآدب؟ الآدب أن الأديب، شو الأديب؟ يعني نعرف ما الأديب. الأديب هو المتخلق بأدب متأدب، والآدب الذي يهيئ للناس مأدبة مآدبة. مآدب، ما هي المآدب؟ المأدبة، ما هي المأدبة؟ هي وليمة، الوليمة التي فيها إكرام. وحدثكم في هذا اليوم عن رجل من كرماء الصحابة رضي الله عنهم. وينبغي أن يكون لنا قدوة وأن يكون لنا أسوة فيما نأتي وما نظر. هذا الرجل من العشرة المبشرين بالجنة، اسمه سيدنا طلحة بن عبيد الله. سيدنا طلحة ابن عبيد الله كان من المهاجرين، وكان رجلا تاجرا، وتجارتهم في ذلك الزمان كانت كانوا يختلفون بالبضائع من الشام إلى مكة ثم إلى اليمن، ثم يرجعون مرة أخرى، يأتون ببضائع أخرى من اليمن ثم إلى مكة ثم إلى الشام. يعني يأتون بالبضائع الرخيصة من اليمن التي تكتسب ثمنا وترتفع في الثمن إذا بيعت في الشام، وكذلك العكس. هذا سيدنا طلحة، وبتجارته جمع مال كثيرا من أموال الدنيا، جمع مال كثيرا، وبجهاده إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع خيرا كثيرا لآخرته. ففي دنياه التي جمعها كان ينفق بلا حساب، وكانت الخيرات والأرزاق تدر عليه بلا حساب. الله تعالى بارك في تجارته. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة طلحة الجود، طلحة الجود. في غزوة أخرى سماه طلحة الخير. كان رجل كريما، وكانت له جفان. شو الجفان؟ قصاع للطعام، وكان يملأها ذهبا. سيعطي الصحابة جفان الذهب، رغم هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جفان الذهب، تصوروا عوض أن يعطيهم بالحساب 100 دينار أو 1000 دينار، يعطيهم جفنة من دنانير بلا حساب. أنا سيدنا طلحة، طلحة الجود، طلحة الخير. كان كريما، كان عاملا لدنياه، ومن دنياه كان يعمل لآخرته، كان ينفق. وتعرفون من الصحابة من كان ينفق، رحمك الله،
من كان ينفق على الدعوة إنفاقا كثيرا. من هم هؤلاء الذين كانوا ينفقون من أموالهم؟ واربطوا هذا بما أخبرتكم به عن الشاب النجيب من الدار البيضاء الذي كان يشتري بدرهمات زجاجة من مشروبات وحلوى قليلة، ثم هذا ينفق بما عنده كما قال الله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه. من قدر ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهذا طرح قص الله عليه في رزقه. وإن كان هناك صحابة أيضا كانوا ينفقون بلا حساب. هو دابا نشوف النجابة ديالكم كي دايره، نسولكم شكون اللي جاوبني. يا الله، شكون اللي كان ينفق قبل من طلحة وقبل من سيدنا عثمان؟ ونقولوا عثمان هكا يابسة وقاصحة. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، إيه كيف داير هذا الشيء؟ نعم، جيش العسرة. إيه إيه، واش آخر؟ كاين اللي أكثر منه، كاين أكثر من سيدنا عثمان. قل كيف، ماذا فعل سيدنا أبو بكر الصديق؟ ماشي كان ينفق، ماشي لا كان، لأن إذا قلنا كان ينفق في كل وقت، لكن هذا وقع مرة. متى؟ وشكون يقول لنا؟ قول عند لا في مناسبات أخرى. نعم نعم، واعتق سيدنا بلال وكان سابقا الى هذا الخير، لكن مره في غزوه تبوك لماذا فعل؟ وهي غزوه العسره. نعم، معنى غزوه العسره كان الناس في عسر، لم تكن هنالك اموال، وكانت المسافه طويله، وكان شديد الحراره، وعمر رضي الله عنه اتى بنصف ماله وقال لا يبلغ احد مثل ما بلغ. فاذا بابي بكر، ماذا فعل أبو بكر؟ أتى بماله كله للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتنافسون كما أمر الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. الله يمرجعكم جميعا، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة ربكم. كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتسابقون إلى الخير، وإن فقط في سبيل الله. كاين اخرين من غير هادو، نقولوا بانهم كلهم الصحابه رضي الله عنهم كانوا كرماء وكانوا ينفقون، والله عز وجل اثنى على الانصار رضي الله عنهم في ايات. شكون منكم اللي يقول لنا ما هي الايات التي اثنى عليها الله عز وجل، اثنى فيها الله عز وجل على الانصار بانفاقهم؟ قل. هي فين جات هذه؟ فين الصورة؟ الحصر، الله يرضى عليك. شكون منكم اللي كيحفظ القرآن من الحاضرين؟ شحال كتحفظ؟ اللي يحفظ ماشي اللي كيحفظ، اللي كيحفظ كل شيء كيحفظ. أنا إلا حفظت قل أعوذ برب الفلق وزدت عليها قل أعوذ برب الناس أنا كنحفظ، لكن لا شكون اللي يحفظ القرآن؟ شحال حفظتي؟ 8 مزيان، 8 أخ؟ نعم، تبارك الله عليك، بارك الله عليك. قبل أن تلتحق بالجماعة أو بعد؟ في إطار الجماعة. الحمد لله رب العالمين. هذا ينبغي أن يكون واحدا من أكبر همومكم، وأن تتعلق همتكم به أن تحفظوا كتاب الله عز وجل. هل هذا صعب؟ لا، هذا صعب على الكسلى وعلى الذين لا يثقون بتيسير الله عز وجل. تحفظوا القرآن إن شاء الله. والأخوات شكون منهم اللي كيحفظ القرآن؟ شحال حفظتي أنتي؟ 55 قريب، ما غير خمسة الحزاب دغيا في ثلاث شهور ولا. نعم، الله يسهل عليك أنتي وعليكم جميعا. شكون الأخرى اللي كتحفظ اللي حفظات القرآن؟ شحال أنتي حفظتي؟ شحال؟ 6؟
هو مزيان ستة، ولكن 55 أكثر. أنا أوصي شباب بأن يتفرغوا للدراسة في هذا الوقت، خصكم تقراو. وفي المدرسة إذا كنت نجيب في الدعوة وكنت باليد في المدرسة، الكفة ما متعدلة شي، واحد الشواري اللي غادي ما غير تصح داك الشيء. خصني نكون كما أنني نجيب في الدعوة نكون نجيب في الدراسة، ولا كنت نجيب في الدعوة ونجيب في الدراسة، الله تعالى يبارك لي فوقتي باش نخرج الوقت لدعوتي العامتي. لأنه لما تكثر عليا الأشغال والأعمال ونتلف، ما نعرف ما نسبق ولا ما نوخر. فلذلك في أول جلسنا قلنا الوقت، ياك ضبط الوقت ما نضيعوش وقتنا. فإذا لم يدفعكم الطلب ما وعد الله به، وهذا ينبغي فليدفعكم إلى الخير ما ترون فيه نظراءكم من الأطفال ومن الشباب الضائعين. شوفوا الشباب ديال المغرب كي دايرين، ها اللي مشى مع المخدرات. واذكروا نعمة الله عليكم، كل واحد منا كنا شبابا أو كهولا أو شيوخا شابات أو كهلات، كنا معرض، كان معرض للضياع، ما تعنقدنا. فنذكروا نعمة الله عز وجل. الله، كل واحد منا يتفكر ما كان يقع له لو لم يلتقي من دلاه على الخير. نفكروا، أنا كنت غادي نكون سكايري مدوخ مدمن على الحشيش، وفي الحبس راه الآن نتالكم كثير يعني في الحبس. علاش؟ كنت المخدرات والجرائم والقتل والسفك في أحسن الأحوال أو في أسوأ الأحوال. كنت أنا من الشباب اللي كيمشيو يفرقوا أنفسهم في الدار البيضاء وغيرها باش يقتلوا المسلمين، ماشي العنف. ما إياكم، يحذروا من هذه المزالق، يحذروا من الذين يموهون عليكم ويسولون لكم الأفعال التي تتنافى مع روح الدين والإسلام ورحمة. احذروا من الذين يأتون فيحدثونكم حديثا ويتلون عليكم آية ثم يزينون لكم العنف. والشباب قريب من العنف جدا. فإذا استحثوا فيكم الغيرة على ما يقع، فقال قوموا لكي تنهوا المنكر. كيف أنهى المنكر؟ فجر نفسك، سير دير الحزام ديال المتفجرات وسير الدار البيضاء وقتل عباد الله. واش هادشي كاين في الدين ولا ما كاينش في الدين؟ كاين في الدين ديال الجاهلين. فإذا تذكروا الوقت اللي تلقى واحد منكم بشي واحد وقال له راه كاين جماعة اسمها العدل والإحسان، وربما يكون شي واحد منكم الحاضرين من الناس اللي دعوا مع هذا الشاب الذكي اللي غنى الدار البيضاء. واش حضر معنا بعدا ولا هنا ولا ما كاينش؟ هذا مول الحلوى ومول القراعي ديال القريعات ديال المناضة. حاضر ولا ما حضرش؟ حضرش. يكون تخرج دابا، يكون خذا البكالوريا ومشى. وعلى كل حال يكون نموذج لكم. حفظوا القرآن وحفظوه وشجعوا الناس على حفظه. ما دمنا في هذه الوصايا، نبداو بالوصية الأهم. يتحدث الناس عن صراع الأجيال، يتحدث الناس علماء الاجتماع وغيرهم يتحدثون عن صراع الأجيال. ما هو صراع الأجيال؟ ينشأ واحد
في حضن أسرة أسرة مصغرة، الأب والأم والإخوة والأقارب، أو أسرة موسعة. فيمشي معهم، يمشي معهم على ما هم عليه، ثم إذا به يسلك مسلكا آخر، فيرى أن ما عليه أمه وأبوه وأخته وأخوه وعمه وعمته وأخواله منكر. هذه صورة من صراع الأجيال في بين الدعوة وبين الناس البعيدين عن الدعوة، فيعنف على نفسه ويعنف على الناس، ويؤدي ذلك إلى قطع الرحم التي أمر الله بها أن توصل. هذا يسير في طريق باطل سموه علماء الاجتماع صراع الأجيال، نسميه قطع الرحم، والسير في طريق الباطل. قال الله تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كان هو أعمى إنما يتذكر الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ما هو الشيء الذي أمر الله به أن يوصل؟ الرحم. في الحديث أن يقول في الحديث القدسي: الرحم شجنة من شجنة الرحمن معلقة بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني قطع من قطعني. هذا رجعنا يتحفظونه إن شاء الله. فإذا الوصية الأولى هو الوالدين، الوصية بعد الإيمان بالله عز وجل بالوالدين، وقد أربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صلوا ذات البين في بيوتكم، صلوا ذات البين في بيوتكم. قطع الرحم هي الحالقة التي تحرق الدين. ما عندكش يا سيدي بدا تصلي وصوم وحج وانفق ودير والنوافل والفرائض والذكر والقرآن وحفظ حفظها، ولكن إذا قطعتي الرحم الله تعالى يقطعك. الرحم شجنة من الرحمن، يعني قطعة 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 الرحمة. فإذا كنا نتنكر لأقربائنا فأحري بنا أن نتنكر للناس جميعا، للمسلمين ثم للناس جميعا. هذه الأولى هي الوالدين، ولا نوقد حروبا في بيوتنا ومع أقربائنا، نتعلم كيف نكون لينين مع الناس أجمعين، ونبدأ بالمقربين، بالوالدين هم الأقرب، ثم الإخوة والأخوات. تعلمون أيها الأحبة أن الأسرة المغربية والأسرة المسلمة في تمزق، تعاني من كل أنواع البلاء ومن كل أنواع الضراء والبأساء. فينبغي أن أجمع أنا شملي مع الله عز وجل بجمعي شملي مع ذوي رحمي. إذا كنت أتوق وأطمح، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كنت أتوق وأطمح لقرب الله عز وجل، وكنت أهدم كل ساعة كل يوم أهدم ما أظن أنني أبنيه، فإن أذهب بعيدا، فإن ذهبت فإن أذهب إلى هوية، نعوذ بالله. طريق الهدم هي قطع الرحم، الإساءة إلى الأقربين، الوالدين ثم إلى ذوي القربى. وما أحوال الشباب إلى أن يتدبروا هذا.
وليعتبر كل واحد منكم وكل واحدة بما يعيشه في أسرته قريبة، في أسرته الموسعة من تناقضات. إذا لم يكن في قلبنا عطف ورحمة وحنان ومزية اللين، فبما رحمة من الله لينت لهم. إذا لم يكن في قلبي رحمة اللين والتؤادة والصبر، فإنني أسير في طريق الهاوية. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فضوا من حولك. فاعفو عنهم. هذا التطبيق العملي للين. اللين شنو اللين؟ واعفو عنهم. أساءوا إليك واعفو عنهم. من أساء إليك تعفو عنه واستغفر له، تطلب له المغفرة من الله عز وجل. أما اللعان الذي يلعن الناس ويريد للناس سوء المنقلب، فذلك في قلبه رحمة وفي قلبه أي شيء، في قلبه غضب. قد يكون الغضب في غير موضعه إذا لم يكن غضب لله عز وجل، والغضب لمحارم الله عز وجل كيف يكون؟ من هنا يدخل لكم دعاة العنف. أنت لا تغضب لمحارم الله، ترى ما يفعله أعداء الله، فماذا أفعل؟ قم وعنف على الناس. وتدخل الجنة بعينك المفتوحين مباشرة، ما بينك وبين الجنة إلا شبر. جهز لك المفرقعات وقتل الناس ومشيتي للجنة. فين مشيتي؟ للواس. فين الجنة هذه؟ في هذه طريق الجنة، طريق الهلاك، نعوذ بالله. هذه الأولى، ذات البين، نصلح ذات البين في بيوتنا ومع الناس جميعا. ثانية، الصلاة. الصلاة في وقتها، ونتعود على الصلاة، على أداء الصلاة في أوقاتها وبخشوع وبصلاة التي لها روح. هنالك الصلاة الظاهرة التي تؤديها الجوارح، وهذا شرع لا بد منه، شريعة لا بد منها، ولكن روح الصلاة الحضور فيها مع الله عز وجل والخشوع. وحاولوا أن تبثوا هذه العادة في صغار، في الأطفال الصغار، لينشأ الطفل. والصلاة جزء لا يتجزأ من برنامجه اليومي، والصلاة في وقتها، والصلاة جماعة. جزاكم الله عنا خيرا. املأوا المساجد، املأوا المساجد بحضوركم. وإذا كنتم في مدرسة وأمكان، إن هناك من يعترض هذا الأمر، مديرين ومسؤولين ومراقبين وأساتذة يعترضون هذا، لا يريدون أن تكون مساجد في المدارس. فحيثما أمكان أسسوا مسجدا ولو صغيرا، ولو فحوصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فحوصة قطات. أشياء الفحوصة، أفحوصة هي القطات. القطات هذه طير من طير من طير الفلات. إذا جاءت تبيض في الرمل، فتحفر حفرة صغيرة تسمى أفحوصة القطات. فمن بنى لله مسجدا ولو كان كأفحوصة قطات، كان له عند الله عز وجل جزاء. من بنى لله مسجدا، ومن بنى لله مسجدا بنى الله له بدل في الجنة، ولو كان كفحوصة في الحديث، ولو كان كفحوصة قطات. إذن الصلاة في وقتها،
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. إذن أصلحوا نفسي ومن حولي الأقرب في الأقرب، العلاقات الاجتماعية أبلغها من البيت. وإياكم أن تظنوا الشر بأقاربكم، ظنوا بهم الخير دائما واسعوا تدلهم على الخير ولكن بلطف. هذا لا يقبله الآباء، الآباء والأمهات لا يقبلون، ولا العمات ولا الخالة ولا يعني أنت بروش ديال البارحة يجي تورينا الدين ما يقبلوش منك. سير تلعب، سير تلعب أنت دري، أنت دري يا مات ما يتصمتوا لكم شيء. ولكن إذا كنت صامت ما كنت تكلمش، ما كنت تكلمش بالفم، كنت تكلم بالأخلاق ديالي، كان ندير الناس بالصدق ديالي، بالسلوك الحسن ديالي، الناس غادي يقولوا ولدنا ما تبدل، وبنتنا كانت ودابا عجب داك الشيء، منين جا هذا الشيء هذا؟ فهذه دعوة نسميها الدعوة الصامتة، وهي أبلغ من دعوة المتكلمة، ومن دعوة الخاطبة، ومن دعوة الكاتبة، ومن دعوة إذا كانت حالي في البيت حالة متنطع أو متنطعة متكبر على غيره، صافي أنا بقيت كنصلي ما كاينش بحالي في الدنيا، أصبحت كنتمي إلى جماعة العدل والإحسان وأصبحت من نجباء إلى جماعة العدل والإحسان، ما كاينش بحالي في الدنيا. هنا دخلك الشيطان، خليك شنو الشيطان من كيدخل؟ تكبر، كبرياء، يعجبني راسي. فإذا في البيت الأسرة إذا كان عندي الناس اللي ما كيصلوش البيت نعلم الله تعالى، ما نجيش نقول له سيري انت الكافر انت يدخل الجنة ما كتصليش، ومن خبرك ناديت الله عليها وتولي حسان منك. سا وحدة متبرجة، معنا متبرجة ما عندها حجاب، ما عندها، ومن أدراك أنك تقول لها انت فلسة وتبدأ بالشر، ومن أدراك أنها في قلبها حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان ديالها راسخ، هكذا نظنوا بالناس كلهم. وإذا كنا لا نظن الناس، لا نظن الخير في الناس، فإن ابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا وأوصانا قائلا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. نرجع إلى ما كنا فيه، نبدأ بإصلاح ما حولنا. فإنني كنت أعيش في بيئة أظن بها بهم شرا فإنهم سيردون إلى شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن كذاب الحديث، معنى إياكم الظن وسوء الظن، سوء الظن تسيء الظن بالناس. فكل من لقيته أظن أنه قريب إلى الخير إن لم يكن في الخير أعرق مني وأقدم في الخير وأقرب إلى الخير. علاش الناس كتشوفهم مكهربين ومتوحشين؟ علاش؟ عارف الرحمة كاينش في قلوبهم الرحمة. فكيد الناس كلهم أنهم كلهم أشرار لأنه الشر ساكن فيه، هو الشر ساكن فيه. فإذا أبدأ بإصلاح البيئة الاجتماعية التي أعيش فيها، بإصلاحي البسط هو أنا، أنا وحولي بيئة. إذا كنت أنا فاسد، ما أنا فاسد أخلاقي في سلوكي في نياتي في ظني بالناس، ما لا أشيع إلا الشر. وهذا تشعرون به إن كنتم من الذاكرين، وكنتم من الذاكرات تشعرون به. تجلسوا إلى شخصين وإلى أشخاص فتشعروا شعورا قلبيا
بالراحة والاطمئنان والميل إليه، وتجلس إلى آخر فتشعر بالنفور منه، نفور. كاين الناس كيقولوا بأنه من العلم ومن أهل الدعوات ومن ينفروا الناس، تجلس معاه كيستولي عليك هذاك الجو، ديك الكهرباء اللي فيه تستولي عليك، تولي حتى أنت مكمش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والابتسامة في وجه أخيك صدقة، ياك دائما يكون قلبك فرحان بالله عز وجل مهما كانت الظروف ومهما كانت ضيق المعيشة التي تعانيها. غايته أن أكون في الدنيا سجينا، كنا سجين غير واحد مسكين ولا وحدة أو ساكن في البراكة، وحالين ساكنين في دار بحال هذه مزيانة، وسجن كله سجن كله سجن. رحم الله الصحابة رضي الله عنهم، كان يقول سيدنا بلال جاءه الموت على فراش الموت، فجاءت زوجه تبكي وتشكو فيقول لا تبكي ولا تحزني، غدا ألقى الأحباء محمدا وصحبه. فإن هكذا يقول لك هذا الشعار ديالنا، غدا ألقى الأحباء محمدا، ولكن كيف يكون أحباء ماشي بيش في الفم يتمثلوا بهم واقتفي أثرهم. ثم بعد أن أصلح ذات البين في البيت أنظر إلى ذات البين في المدرسة إن كنت تلميذا، فأصلح ما بيني وبين الأساتذة كيما كانوا هاد الأساتذة هادو، واحد منهم كماي واحد منهم سكايري، وكاين هادشي للأسف كاين كثير جدا، واحد منهم مخدر واحد منهم إلى آخره. ما عمرني من واجهو بالكلمة ديال العنف في القسم. كيسولوني أحيانا مع التلاميذ كيقول عندنا واحد الأستاذ فعل تلك ولا واحد الأستاذة فعل تلك، من عمل معها يدفع بالتي هي أحسن، يدفع بالتي هي أحسن، ما خاص الله تعالى بيدفع بالحسنة أحسن، أحسن ما عندك بينه له. عارف سيب انه كما يسكيري وفعل وتارك، ولا هي متبرجه وفعلها وتاركه، انه الا متبرجه الا متبرجه وكانت كتصلي هذه راه قريبه من الخير، ما خصها غير قريبه من الخير. اذا ذات البين في المحيط الاسري، ذات البين في المدرسه، ذات البين في الحي، في الحي الذي نشأت فيه ولي معه أصدقاء. كيف تعامل مع هؤلاء الأصدقاء؟ كانوا أصدقاء، وإذا كانوا أصدقاء فلا شك أنه كانت بيني وبين قرابة، قرابة طبعين وقرابة من مما يقرب الناس بعضهم إلى بعض، ما العمل معهم؟ وربما حتى أنا كنت كنشاركهم في حاجة، ربما شي مرة ذوقوني من ديك المخدرات وقلت لهم هادشي ديالكم مزيان، ولا شي واحد يكلم معاهم بالكرة، ولا كاين ديال كاين ذات البين في الحي. لا بد من حمية تقصر أو تطول. ما هي الحمية؟ ما يحتمي به الإنسان من الأمراض. الحمية في الطعام هو أن لا يتناول الإنسان من المأكل ومن المطاعم ما يضره، فإذا ديك الصحبة اللي كضرني نقطعها لحمية. قال سيدي هاك تاكل، الطبيب قال لي الريجيم ياك هذا هو الحمية. الطبيب قال لي ما ناكلش السكر، في مرض ولا نخاف نكون عندي مرض ولا، فلا بد من الحمية. شيء ما هي هذه الحمية؟ هنا ينبغي أن أقطع لأصل، أن أفصل زمانا لأصل بعد ذلك.
الرفقة السيئة نقطعها بالتي هي أحسن ماشي بالتي هي أحسن. نمشي نقول لهم هذوك الجيران ديالي في الحي وفي ال... وفي ال... وفي, ال... وفي, ال... وفي الشارع وفي ال... الجيران الله يفعل لكم وانتم مفلسين وكديروا وكتفعلوا لا ماشي هكذا. غير البارح كنت كتلعب معنا الكارطة وكتلعب معنا ماكشي ما عرفت شنو كتشارك معنا ودابا خلاص انت وليتي من الصالحين وليتي من أولياء وليتي من لا يدفع بالتي هي أحسن ما نجهم لهم ما تنكر لهم ما نخاصم عليهم ما نغبش في وجههم الابتسامة لطيفة. أنا هو عمر اللي كنتوا كتعرفوا ولكن هذا اللي ما طلع جازكم بخير سمحوني عندي شي شغيلات وامتحان قريب غير تلقى الأعذار قال أعذار وتثبت في الدعوة حتى تنبت فإذا كانت نبتتك وهي صغيرة تعصف بها الرياح ذات اليمين وذات الشمال مرة مشيت تلاقيت مع هادو قال لك أجي غير جلسة غير جلسة عندنا وعندنا شي خرجة هنا وعندنا شي نزاع هنا وعندنا كذا ويجي أخرين يديك لا تجي ما تبتش خصك تثبت في أرض الدعوة حتى تنبت حتى دير جذور وتعمق الجذور ديالك والساق ديال الشجرة ديالك ينبت ويقوى إيوا ديك الساعة ديك الساعة ما كنت فاصلته أصله كنت انفصلت عن رفقتي الأمس حتى ثبتت نبتتي في بلاد الدعوة ثم أرجع إلى إخواني الأمس وأخوي وصاحباتي الأمس فأسلم عليهم سلاما جميلا وأقول لهم هلموا إلي مرة مدة هذه ما شفتكم شيء اسمحوا لي كنت كذا 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 يلقى العذر عندي امتحان ولا عندي كذا ولا مشيت لكذا ولا كل واحد يشوف شنو اللي ناسب له ثم تدعوهم كاين يديروا لها غادي للدار البيضاء شي مناضاه وشي حليوات هكذا ياك المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة نجيب لهم شي إخوان هكا وشي أخوات هكذا ومرة الرابعة يالله أجي أسيدي اسمع أش كيقولوا عندنا واحد الجماعة كتقول كذا وكذا وكذا وأنتم في كذا وكذا وكذا وأنا ندخل للدعوة. ألا ترون أن الذي يغرس نباتا من الفلاحين يغرس شجرة كيف يعتني بها بأن يزيل ما حولها من أحجار مثال نموذج لنا الفلاح إلى دار واحد الشجرة ديال الزيتون ما كيبغيش الأحجار يكونوا تحت من هذا عند الجذور كيزول الأحجار ويزول لك شيء ويغذيها بالماء يسقيها دائما وواحد الكيفية منظمة إذن كيتكلموا الناس في الوقت الحاضر عن تلوث البيئة إيوا نخليو تلوث البيئة اللي هو وصلنا فيه للدرك الأسفل المغرب البيئة ملوثة واحد التلوث فظيع جدا 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 كنتكلم على البيئة الطبيعية المياه الملوثة والمعامل كتخرج لك الزفت كي والمياه اللي كنشربوا ماشي مزيانه والبلاستيك والانواع ديال الافساد ولكن شي معمل في الحي ديالنا كيدير كينزل علينا شي بخيره هكذا شي دخان هكذا ملوث ومسموم هذه البيئه الطبيعيه والبيئه الايمانيه الاسلاميه ملوثه والبيئة الاجتماعية بقطع النظر عن الدين غير الأخلاقية كيف داير الحالة ديال المغاربة كيف داير الحالة ديال المجتمع المغربي من قمته إلى أسفله الفساد في كل درجة وفي كل مستوى الفساد والإفساد الأخلاق ما نطولش في هذا الشيء هذا كلهم كتعرفوا هذا الشيء إذن إصلاح بيئتنا الأقرب في الأقرب
ابتداء من الوالدين والأقربين بالمعروف. هذه هي الأولويات ديال الدين، الأولويات ديال الله عز وجل رسمها لنا في القرآن الكريم، حيث قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. زيدكم من كونك أحفظ يقرأ لي وبالوالد إحسانا زيد وبذي قربى زيد يتامى والمساكين زيد في السبيل والمساكين وشارد القربى والجاري الجنوبي والصاحب الجنوبي وابن السبيل وما ملكت إيمانكم. هذه الأولويات، هذه وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هل بالقرب لك وبذي القربى العمة والخالة والخال والعم اللي كيكمي مسكين وما كيصليش واليتامى وهنالك يتمون طبيعي واحد مات ليه باه ولا مات لامه يتيم هكا شرعا، وهنالك اليتيم الذي لم يجب من يدله على طريق خلاص، وان نشكو من يتمين في دعوي من يتمين دعوي ولا نشكو ونشكو خلاصا فظيعا وهيته كان خصاصا فقط، بل هنالك هجوم إيجابي من جانب العنف والشر والسوء. فإذا هكذا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وكل شيء يتيم في هذا المغرب من ناحية الدعوة، كل شيء يتيم إلا من أخذ الله بيده، كل شيء يتيم. ومن الناس من يسيئون إلى هديتهم الذي هو الشعب المغربي، من هم؟ ما نتكلموا شيء على الناس اللي كينهبوا الأموال، هذا كلام آخر. الناس اللي كيعلموا الخنا، ما نتكلموا شيء على الناس اللي كيكتبوا في الجرائد ويدلوا الناس يطعمونهم حرام، يطعمون هديتهم حراما ويأكلون أموال الناس الباطلي وأموال أهل اليتيم الباطل. ولكن شوفوا ذاك الكافل، شنو الكافل؟ والسلطة، السلطة، رجال السلطة من رأس القمة إلى أسفلها، هذا هو الكافل اليتيم. واللي يأكل أموال اليتامى الباطل كيف وصف القرآن الكريم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى زين إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شنو يصلون سعيرا؟ يصلون في السعير. شنو السعير؟ جهنم. معنى يصلون سعيرا صالية، يصلى معنى تسخن فيها صالية بالنار، فسيصلى سعيرا. شنو يصلى سعيرا؟ يتحرق في جهنم. إذا كنا راضين بما عليه الأمر ونستخذي ونذل أمام أهل الباطل، فإن حال الأمة ستستمر في انحطاط وانهيار إلى آخر الزمن. لا نرضى بالباطل ولا بأهل الباطل، فإننا جماعة تسمى جماعة العدل والإحسان، مطلب العدل سابق على مطلب الإحسان. كيف ذلك؟ ذلك أنه إذا غاب العدل في أمة فمعنى ذلك أن الأمة في دركات السوء، والسوء وأهل السوء يلد بعضهم بعضا، يتولد بعض السوء عن بعض ويتسلسل السوء، فالأمر في نزول في هبوط. جماعة اسمها جماعة العدل والإحسان. وإذا أردنا العدل
هل ننزوي في ركنين وندعو على الظلمة الله يدير لكم هذاك الظلمة الله يفعل لكم كليتو أموال اليتامى وأفسدتو إلى المغرب وأفسدتوها إوا بقى تما كتغوت تا الغدا ما قضي والو كان أحد الصالحين يقول سأله من العارفين بالله الناس الذين هربوا من المجتمع ولزموا بيوتهم ولزموا المسجد قالوا ما حالك أو كما سألوا قال إن هي إلى الصلوات الخمس وانتظار الموت إن هي إلى الصلوات الخمس وانتظار الموت حتى احنا نقولوا هذا الكلام هذا ولكن هذا الكلام يقبل منا ولا يقبل شو نهربوا حتى نقولوا أنا كنصلي صلاتي ومزيان مع راسي وخلي الشغل يكون كيبغى بهذه العقلية صبحت الأمة غثاء غثاء كغثاء السيل تعرفوا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم كيقولوا الناس كيقولوا هذه الجماعة ديال العدل والإحسان هي حزب سياسي ولا جماعة سياسية ولا كيف يجمعون بهذا الدين هالسياسة فهذو كذابة بغاو يطلعوا للبرلمان وبغاو ينجحوا في السياسة وكيدخلوا لها من جانب الدين الناس كيفرقوا ما الدين شي شنو هو الدين هو سير للركنة وسير للجامع وصلي ودخل سوق راسك وهذه دخلات في الدينية الرعوية ديال المسلمين تعرفوا هذا الصراع ديال الدينية الرعوية ولا شكون منكم اللي يقول لي شنو هذا هاد الكلام هذا الدين ياش معناها قول الريح اللي جاي الدين دينا راويه الرحله يدي قول تتسنى ان يفعل بها ولا تفعل يفعل بها ولا تفعل قول تنتظروا ان يفعل بها ولا قول قول الاخوات كل منكم كل ما هي الذهنيه الرعويه معناها شكون اللي يقول قول اسمي ولا تدبر هكذا ما الله يرضى عليك مثل كالمئة من الإبل لا تجد فيها راحلة مثل المسلمين مثل الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة هذه الدنيا الرعوية هي اللي قطعت علينا وكيقولوا الناس باش تعرفوا الدينية الرعاوية كيف سكنات في العقول ديال المغاربة والقلوب ديالهم والسلوك ديالهم قال لك اللي بغى الصح مشي للجامع اللي بغى الصح مشي للجامع وانتم شنو بغيتوا بغيتوا الصح سيروا للجامع ادخلوا سوق راسكم والسياسة خليوها احنا نديروا اللي بغينا نعيتوا في الأرض فسادا ولا بغيتي تكون مسلم هذه هي اللي كيقولوا لها العلمانية أو اللايكية أو قال لك اللي بغى الصح يمشي للجامع حنا كنقول لهم اللي بغى الصح ينوض على المنكر ولكن ماشي بالعنف ايوا هذا هو نختموا هذا الجلسه ان شاء الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين يا ايتها النفس اطمئن ترجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي